You idiot! للصاني الصياني على بنك في وضح النهار لكن المال انفجر. اقتحم لصان بنكا صباح يوم الجمعة في تكساس وكاد أن يهرب إلا أن المال انفجر في وجههم. كان الزبائن في بنك كومباس يقفون في الطابور في سيبرينغ. اقتحم رجلان ملثمان البنك بغية السطو المسلح. أمر الرجلان الجميع بالانبطاح وقام واحد بملء الحقيبة بينما الآخر يراقب في الردهة. ومن ثم خرجا بعد أن تأكدوا أن الجميع قد انبطح لكي يضمنوا الهروب الناجح. فقد أحدهم سيارة مسروقة بينما كان الآخر يستعد للفرار. انفجر كيس المال بفعل الطلاء المتفجر وطار المال في كل مكان. واضطر الأحمقان أن يتركا خلفهما معظم المال المسروق والفرار. لقد تمت استعادة السيارة بينما ما زال اللصان طليقان.